مساء الخير أعزائي المشاهدين، معاكم ندى مصري، أولى حلقاتنا، مشجع زملكاوي على قناة الصحة والجمال. وفي البداية بنرحب بالزميل هاني حبيب. مساء النور يا ندى، ومساء الفل على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. عايزين نتكلم على فكرة برنامج للسادة المشاهدين. فكرة برنامج مشجع زملكاوي، نقدر نقول انه مشجع زملكاوي برنامج ولد من رحم سوشيال ميديا الزمالك. وطالما ذكرنا سوشيال ميديا الزمالك فلازم نذكر جمهور سوشيال ميديا الزمالك، صاحب الفضل في طلوع هذا البرنامج وظهوري انا على الشاشة. فكل حياتنا. الشكر والتقدير لجمهور السوشيال ميديا. برنامج مشجع زملكاوي هو صوت زملكاوي حر يدافع عن حقوق نادي الزمالك المهدرة والمنتهكة من منظومة إعلامية ورياضية لا ترى سوى نادي واحد ولا ترى سوى مسرحية البطل الأوحد. فكل التحية لجمهور السوشيال ميديا، وتحية من القلب لجمهور نادي الزمالك في كل مكان داخل مصر وخارج مصر. جمهور نادي الزمالك الملكي الراقي، جمهور نادي الزمالك اللي بيشجع بوشه مش بظهره، جمهور نادي الزمالك الواعي، جمهور نادي الزمالك اللي عمرنا ما شفناه في الملعب بيسيء الى حد، جمهور نادي الزمالك اللي كمان. عمره ما دخل في صاله مغطاه في ناديه عشان يعمل يفط موسيقى، جمهور الزمالك اللي عمره ما نزل في الشوارع وحرق مقر اتحاد كرة القدم. صح، جماهير الزمالك عظيمة، جماهير الزمالك بالملايين. ولولا التعتيم الإعلامي المتعمد لعلم العالم أجمع أن للزمالك شعوبا وليس شعبا واحدا، أن للزمالك جيوشا من محبيه أينما ذهب وأينما كان وفي كل مكان. باختصار نقدر ان احنا نحط شعار لبرنامج مشجع زملكاوي ونقول جمهور الزمالك يصنع اعلامه بنفسه. تمام يا فندم. استاذ هاني، بما اننا بنتكلم على الاعلام الرياضي، ايه رايك في الاعلام الرياضي؟ الاعلام الرياضي ملف خطير جدا يا ندى. ولما اقول الاعلام الرياضي فانا مش بتكلم على كل الاعلاميين الرياضيين، ولا بتكلم على كل القنوات الرياضيه. أيوة. انا بتكلم عن بعض الاعلاميين المسيطرين على الاعلام في قناه بعينها. يبقى اعمى اللي مش شايف انه الاعلام الرياضي كان سبب او احد الاسباب الرئيسيه لمذبحه بورسعيد، ويبقى اعمى اللي مش شايف انه الاعلام الرياضي لو كمل على نفس النهج هيؤدي إلى كارثة أبشع من كارثة بورسعيد. عشان كده أنا بناشد المسؤولين إن هم يعيدوا نظر في الإعلام الرياضي ويقوموا بتطهير الإعلام الرياضي قبل ما تحصل هذه الكوارث. عزيزي طيب. المشاهد وصديقي العزيز، عزيزي المشاهد وصديقي العزيز، تمام. إحنا قدام مشهد فاصل وهنرجع تاني ليكم أعزائي المشاهدين. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل كلامنا مع هاني حبيب. كنا بنتكلم على الإعلام الرياضي. يا ندى، كنت بقول إنه الإعلام الرياضي، طبعا أنا لا أقصد كل الإعلاميين الرياضيين ولا أقصد كل القنوات الرياضية، لكن بقول البعض لا يقدم إعلام رياضي لكن يقدم حملات إعلامية ممنهجة. شفنا الكلام ده في الحملة الإعلامية الممنهجة ضد فرجاني ساسي لتطفيش فرجاني ساسي، وكأن الرسالة الإعلامية هي تحطيم كل منافس يقترب من النادي الأهلي، وتحطيم كل لاعب موهوب يقترب من أساطير النادي الأهلي، وتصدير المشكلات بصورة دائمة لنادي الزمالك.
على العكس تماما، لما نشوف التناول الاعلامي أيوة. للنادي الاهلي هنلاقي أيوة. انه في النادي الاهلي دايما في تعظيم. يعني مثلا موسيماني نزل من الطياره اخذ احسن مدرب، هنلاقي دايما انه في تعظيم للعيبه نادي الاهلي، تعظيم للمدربين بتوع النادي الاهلي، للمسؤولين بتوع النادي الاهلي. المشكله اللي قد كده في النادي الاهلي بتبقى قد كده في الاعلام، والمشكله اللي قد كده في الزمالك بتبقى قد كده في الاعلام. أيوة أيوة. هو ده الإعلام الرياضي. شفنا حملات ممنهجة على أحمد السيد زيزو قبل ما يجدد لنادي الزمالك وبعد ما جدد لنادي الزمالك. أيوة. شفنا حملة إعلامية على بن شرقي، وبن شرقي مش عارف طالب 148 مليون عشان يقعد في الزمالك، وكأن الإعلام الرياضي مش شايف غير الزمالك قدامه. طب فين لعيبة النادي الأهلي؟ فين أيوة. الأهلي؟ شفنا أوضة لبس الزمالك هي المستباحة إعلاميا. طب أوضة لبس الأهلي أخبارها إيه؟ معلول اللي كان طالب 68 مليون جنيه عشان يجدد اخباره ايه؟ لعيبه الاهلي قفشه اللي كان عايز يزود عقده او عايز يزود عقده من 6 مليون ل 9 مليون فعلا اخباره ايه؟ كل اوضه لبس الاهلي اخبارها ايه؟ للاسف احنا الاهلي لو خسر نقطه لو خسر مباراه لو اتعادل مباراه بفتح بحس ان انا قاعد في عزا مش قاعد في استوديو تحليلي. الزمالك مثلا كسب في نتكلم على العاب الصالات، الزمالك أيوة. تفوق على الاهلي واستحوذ على اغلب البطولات الافريقيه واغلب البطولات المحليه في اليد والسله والطايره. طلع الاعلام يقول لك الاهلي هو ملوك الصالات. ايوه احنا بنتكلم عن اعلام رياضي يعني المفروض ان هو محايد، ولكن في حقيقه الامر بيفتقد الى كل معاني الحياديه والعداله. ده اللي اقدر اقوله عن على الاعلام الرياضي. تمام. طيب عايزين نطلع فاصل ونعود بعد فتره الصور. تمام. استاذ احمد شمس هنستقبل ان شاء الله نجم السوشيال ميديا الاستاذ احمد شمس، وكمان انت محضره لنا فقره صور هنشوفها مع احمد شمس، انا وانت واحمد شمس. تمام، نجم السوشيال ميديا، وهنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع لكم. مساء الخير اعزائنا المشاهدين، مساء الخير يا استاذ احمد شمس. مساء الخير يا استاذه ندى، مساء الخير بزميلي العزيز وصديقي الاستاذ هاني. مساء الفل يا ابو حميد، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. ايه الشياكه دي؟ ربنا يعزك، ربنا يخليك. طبعا الجدير بالذكر ان استاذ احمد شمس مش ضيف كده يعني في الحلقه النهارده، ان شاء الله هيكون ضيف دائم معانا في حلقات جايه كتير. احمد عايزك اول ما نبدا كده، قبل ما نبدا اي كلام معاك، عايزك توجه كلمة لجمهور الزمالك على السوشيال ميديا بصفة خاصة وجمهور الزمالك بصفة عامة، تقول ايه؟ جمهور الزمالك ما تقدرش توصفه بكلمة أو بجملة أو بموضوع. جمهور الزمالك عامل أسطورة كبيرة جدا في عشقه للكيان، في دعمه للمنظومة بتاعته. حتى أنا هاخد من كلامك في الانترو وأنت بتقول جملة أنا عجبتني جدا، وأنت بتقول إن الإعلام الزملكاوي، إن جمهور نادي الزمالك هو اللي بيصنع إعلامه بنفسه. الموضوع ببساطة شديدة هاخد من كلامك وأنت بتتكلم أستاذة ندى على موضوع الإعلام الرياضي، هو الموضوع مش خناقة. جمهور نادي الزمالك هو سبب إن إحنا نكون موجودين هنا. البرنامج ده إن شاء الله لو يقدر ليه النجاح والاستمرار هو بفضل جمهور نادي الزمالك. هو جاي من جماهير نادي الزمالك، وهو بتاع جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا طبعا. هو لا بتاع حد، ومع الاستمراريه ان شاء الله لا هيكون بتاع حد، هو بتاع الجمهور فقط لا. الموضوع مش خناقه ونزاع، الموضوع ببساطه شديده جدا ان الكلمه جمهور نادي الزمالك شريف قوي في ادائه، شريف قوي في فهمه، شريف قوي في تشجيعه.
فبيحب دايما لما حد يلتزم معاه بكلمة انه ينفذ الكلمة دي. هي دي المشكلة كلها اللي في الفترة اللي فاتت. بمعنى لما كان في مجلس إدارة منتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور، الراجل كانت كلمته ان احلام جماهير نادي الزمالك اوامر، نفذ الكلمة. معلش يا احمد بس فضل. ايه يعني عايز اقطعك سنه فضل. طالما قلت المستشار مرتضى منصور فضل. بنوجه له كل التحيه وكل الاحترام طبعا فضل. اي حد جه دخل نادي الزمالك واشتغل من اجل الكيان ده ورفعت اسم الكيان ده واسعاد الجماهير دي طبعا ليه كل التحيه والتقدير طبعا. يعني مش هنزايد على اللي عمله المستشار مرتضى ومجلس المستشار مرتضى طبعا تمام. لكن انا عايز اقول شكلي. ان الكلمه ان لما الراجل قال ان احلام جماهير نادي الزمالك اوامر هو نفذ الكلمه دي. لما بين يوم وليله ما بقاش في مجلس منتخب لامور عند الجهه الاداريه برئاسه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، برضو كانت قال ان ما تخافوش على نادي الزمالك، والاعلام الرياضي طلع قال ما تخافوش على نادي الزمالك ولا مساس بكيان نادي الزمالك. اللي حصل على ارض الواقع لا، ما كانش ده الواقع اللي حصل لنادي الزمالك. في الفتره الاخيره اي نعم حصل بعض من الاستقرار، لكن مش هي دي طموحات جماهير نادي الزمالك. نادي الزمالك جاي منين؟ نادي الزمالك جاي زي القطر بالظبط في كل حاجه، في كل الملفات اللي كان بيدخل فيها نادي الزمالك، سواء الملفات الرياضيه او الانشائيه او الاجتماعيه او 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 او, أو, أو. تمام. فجاه لقيت نادي الزمالك بينهار انهيار شديد جدا. وهرجع هنا لموضوع الإعلام الرياضي اللي هو الكلمة. الكلمة دي بتفكرني بالموقف اللي حصل ما بين الوليد وسيدنا الحسين في البيعة، وهو كان الوليد بيقول لسيدنا الحسين دي كلمة، قول بيعت وانصرف يا ابن رسول الله. فسيدنا الحسين رد عليه قال له أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مسخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات كبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة، ولا رد لي لمن لا يعرف معنى الكلمة. فأنا حابب أزود من عندي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وشرف الإعلام هو صدق الكلمة. هو ده اللي عايزه جمهور نادي الزمالك بالظبط. عايز الإعلام الرياضي في مصر يكون صادق، بيدي كل واحد حقه بميزان واحد. علشان كده انا بقى عايز اقول لك، انت شايف بما انك واحد من جماهير السوشيال ميديا، في مظلوميه واقعه على جماهير السوشيال ميديا الزمالكاويه؟ طبعا احمد، طبعا طبعا. جمهور السوشيال ميديا خاض معركه مش بتاعته، خاضها نيابه عن رموز نادي الزمالك او من يطلق عليهم رموز نادي الزمالك. جمهور السوشيال ميديا زيه زي جماهير نادي الزمالك، نامت صحيت ما لقيتش رئيس قوي كان محقق لها استقرار، او محقق لنادي الزمالك استقرار مادي واستقرار اداري، ولقت نادي الزمالك محتل من لجان معينه من قبل الوزير. كل اللي عملته السوشيال ميديا انها كانت بتسال هو الراجل ده مشي ليه؟ لانه محدش بيرد، بقصد المستشار طبعا. مرتضى منصور. وفي نفس الوقت انتقدت وقالت انه الزمالك اكبر منها تديره لجان مؤقتة، وفي نفس الوقت انتقدت الأداء الإداري الكارثي للجان المؤقتة. ده اللي عملته السوشيال ميديا. صحيح. طلعوا من يطلق عليهم الرموز واتهموا هذا الجمهور العظيم بأنه مأجور. صحيح. وبأنه لجان إلكترونية، وبأنه قبيض لمجرد أنه هو قال الزمالك أكبر منها تديره. يمكن سبب البرنامج ده، سبب من الأسباب الرئيسية، هو الحملة الشعواء اللي اتعملت على جماهير السوشيال ميديا والتقول عليها انها جماهير ممولة وموجهة لحساب شخص او عدة اشخاص. مع اننا احنا كنا بنقول ايه على السوشيال ميديا؟ احنا بنقول انه الزمالك اكبر منها تديره.
لجان مؤقته بنقول الراجل ده او مجلس اداره نادي الزمالك ايه المخالفات الماليه اللي عليه عشان تهدوا هذا الاستقرار اللي كان موجود، شايفين الكوارث الاداريه اللي كانت بتحصل، بدل ما الرموز نادي الزمالك تقف مع الجماهير وتاخد صف الجماهير انتقدت هذه الجماهير. انا بقى عايز اسالك انت ايه رايك في رموز نادي الزمالك ومقوله المستشار مرتضى منصور انه الزمالك ما فيهوش رموز، انه الزمالك يمتلك جماهير بالملايين؟ على مرأى ومسمع من الجميع من غير ما ناخد وقت الناس ان رموز نادي الزمالك معظمهم عبارة عن كواكب متلألئة بتملأ الفضائيات، بتملأ برامج التوك شو الرياضي في مصر، ومع ذلك نادي الزمالك اصبح مستباح. اخبار مغلوطة بتتقال على نادي الزمالك، اشاعات بتتقال على نادي الزمالك، انتهاك حتى لخصوصية ادارة نادي الزمالك في الفترة الحرجة دي، اللي المفترض ان يكون الاعلام الرياضي هو اللي بيحمي نادي الزمالك في الفترة الانتقالية دي. فبالتالي دور الرموز مفيش دور للرموز خالص، بل بالعكس في بعض منهم بيشارك في الموضوع ده. طيب. يعني انا عايز اسألك سؤال، يعني رموز نادي الزمالك هو مين اللي بيقبض فينا؟ السوشيال ميديا اللي بتدافع عن استقرار نادي الزمالك وانه لازم يكون في نادي الزمالك مجلس ادارة منتخب، ولا الرموز اللي هم قاعدين بينتقدوا سوشيال ميديا الزمالك اللي بتقول الكلام ده وبتدافع عن اللجان وبتدافع عن اداء اللجان؟ اللي معاه دليل صوت او صوره او حتى بوست او حتى قاعده في كافيه ان بيقول ان في بعضا حتى من جماهير نادي الزمالك بتقبض من حد، يطلعه على الهوا. لكن بالعكس احنا شفنا ان جماهير تانية خالص السوشيال ميديا بتاعتها هي اللي كانت بتطلع تتهم بعض على مرأى ومسمع من الجميع. تمام. طب انا عايزه احب اعرف النهارده توقعاتكم ايه في الدوري؟ في اي مباراه؟ مباراه الزمالك. لا، هي مباراه الزمالك والمحله اتاجلت في استاد القاهره. في ايه يا احمد؟ قالوا انه في احتفاليه قوميه. في احتفاليه قوميه، لكن انا مش عارف بصراحه الاحتفاليه القوميه دي ليه هيئه استاد القاهره ما بلغتش بيها اتحاد الكوره؟ يعني هم اتفاجئوا مثلا انه في احتفاليه في ميعاد المباراه؟ كابتن خالد عيد النهارده، ولا هي جايه على مزاج اتحاد الكوره؟ كابتن خالد عيد المدير الفني اسمع بس الباقي، ولا هي جايه عشان الماتش ده يبقى كارت كده ويرموه ما بين ماتشين ويزنقوا الزمالك ويضغطوا على الزمالك؟ احنا مش معترضين خالص ان يكون هيئه استاد القاهره ارجعت الماتش ده علشان في احتفاليه قومية بمناسبة 30 يونيو و 3 يونيو. ايوه، ما تقلش ليه؟ مشكلة. هم ما كنتش عارفين يعني انه خالد عيد مدير الفني، كابتن خالد عيد طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، اتحرك مع الفرقة في الاتوبيس، جاله تليفون، الكلام ده تصريح في الجول النهارده، ارجع. قال له ارجع وما تتحركش الا لما نديك. قالوا يعني حتى ما كانش فيه اعداد مسبق انهم هيلغوا الماتش ده، الماتش ده القرار ده اللي طلع النهارده. أيوة. ده طلع النهارده الظهر، ما حدش بلغ خالص. فما اكيد يعني ان هيئه كبيره زي هيئه استاد القاهره ما اتفاجئتش يعني ان هي عندها بالظبط يعني بالظبط اكيد يعني. طيب، في فقره الصور بقى كنت قايله لنا عليها. نطلع فاصل ونرجع تاني لفقره الصور. أعزائي المشاهدين، ورجعنا مع فقرة الصور، وعايزين كل تعليق على كل صورة. طيب، فين أول صورة؟ تفضل. المستشار مرتضى منصور. تفضل أحمد. طيب، أنا عندي سؤال بسيط جدا موجه للجهة الإدارية متمثلة في معالي وزير الشباب والرياضة. المستشار مرتضى منصور تجربته كرئيسا لنادي الزمالك ابتدت من 2005. ليه الراجل ده الوحيد في مصر هو اللي بيتوقف من 2005 ل 2020 على مدار 15 سنة؟ أجاوبك. يعني لما الراجل انتخب رئيسا للنادي في 2005 برضه تم حل المجلس وتوقف، برضه لما انتخب في 2015 برضه تم حل المجلس وتوقف، مع ان نتائج الراجل بتقول ان استحالة الراجل ده يتوقف، لا على المستوى الإداري ولا على المستوى الإعلامي ولا حتى على المستوى الجمهوري. طيب، بعد إذنك يا أستاذ أحمد، هو عشان يتمسك عليه مخالفات
او حاجه طيب زي كده. طيب انا هرد، انا هرد يعني هاخد بس من كلام استاذ احمد، انت بتقول اشمعنى المستشار مرتضى منصور. انا من وجهه نظري لانه الراجل ده ناجح وخد الزمالك بنجاحه في حته تانية خالص، وسبق بنجاحه وتخطى بنجاحه خطوط ما ينفعش ان هو يتخطاها. الناس بتقول لك في مخالفات ماليه، طيب احنا بقالنا 8 شهور بنقول للمسؤولين هي فين المخالفات الماليه صحيح. اللي على نادي الزمالك او اللي على مجلس اداره نادي الزمالك. طيب الحاجه الثانيه، المخالفات الماليه دي مش راحت النيابه؟ هو في تقرير طلع من النيابه؟ مفيش تقرير طلع من النيابه. طب ليه الراجل ده ما يفضلش في مكانه لحد ما يطلع تقرير من النيابة؟ طيب هل الزمالك النادي الوحيد انت عايز تقنعني في مصر اللي عنده مخالفات مالية؟ تمام يا أستاذ هاني، تمام. الصورة التانية معانا الأستاذ الكابتن حسين لبيب، عايزة تعليق على الصورة. الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك. طبعا أنا برفض وجود اللجان المؤقتة داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك هو أكبر من أن يدار من خلال لجان مؤقتة. طبعا مش هتكلم عن أول لجنة وتاني لجنة لأن هم يعني لا يذكروا. أنا بس هتكلم هو عن ماشي لجنة كويس يا أستاذ هاني. أنا هتكلم عن لجنة الكابتن حسين لبيب. أول ما جت اللجنة دي أنا توسمت خيرا، لأنه لو أنت تبص على الأسماء هتلاقي إن هم معظمهم رجال أعمال ورجال اقتصاد، فقلت إنه الناس دي هتفكر خارج الصندوق إزاي تنمي موارد الزمالك المادية. لقينا إن هم لجأوا للحل السهل إن هم فتحوا حساب بنكي للتبرعات. أنت رأيك إيه في موضوع التبرعات ده؟ شوف أنا بس عايز حاجة بس في بتحصل في أكثر الأندية. هو طبعا بس تصحيحا للاستاذ ندى، هو طبعا المجلس ما تمسكش عليه اي مخالفات طبعا. هو الراجل في تقرير المفترض يطلع يقول لنا المجلس ده فعلا عليه مخالفات ولا بعد الفحص ما عليهوش مخالفات، عشان بس ده تصحيحا يعني. نتكلم طبعا على الكابتن حسين لبيب. الصوره الثالثه. طب لسه في كابتن حسين لبيب ما خلصناش الموضوع المهنات. كابتن حسين لبيب بس هو طبعا اللجنه محترمه، في جزء يعني شكل معين من الهدوء اضفته على النادي، في بعض الملفات اشتغلت فيها بشكل كويس جدا، يحسب لهم موضوع الذكاء الاعلامي ازاي بيتعاملوا مع الاعلام. لكن تبرعات. لكن هيفضل طبعا مرفوض رفضا باتا، مش للزمالك بس، لاي نادي، لان ده تغول على حق الجمعيه العموميه. انا من حقي كنادي يبقى عندي مجلس اداره منتخب، فعلشان كده الجمهور مش رافض اشخاص، هو رافض فكره المجالس المعينه. تمام تمام. عشان وقت البرنامج هنخش بالصوره الثالثه. دكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه. دكتور اشرف صبحي من وجهه نظره هو عمل واجبه وعمل شغله في مقتضيات القانون، لكن هو في سؤال بسيط جدا انا بوجهه لدكتور اشرف صبحي. دكتور اشرف صبحي طبقا للقانون فهو رئيسا للجان المعينه بصفته هو وزير الشباب والرياضه ورئيس الجهه الاداريه المنوطه بالاشراف على عمل اللجان المعينه داخل النادي. طيب اللجنه السابقه برئاسه اللواء عماد عبد العزيز، احد اعضاء اللجنه اللي هو كابتن ابراهيم عبد الله او استاذ ابراهيم عبد الله طلع على الهواء مباشرة مع الكابتن ميدو في برنامج أوضة اللبس وقال له إن كان في عقود لعيبة بتروح معاه البيت وبتروح معاه العربية، وإن في لعيبة كانت جاهزة إنها تمضي. عقد مصطفى محمد. عقد مصطفى محمد طبعًا. وإن في لعيبة كانت جاهزة إنها تمضي وما مضتش، وكان في تأثير في الموضوع ده. طيب فين بقى أنت حضرتك بتشرف فين؟ فين بقى موضوع لا مساس؟ فين بقى الإشراف على اللجان المعينة في نادي الزمالك علشان تمشي في الطريق الصحيح يا فندم؟ تمام. الصوره اللي بعديها عايزين تعليق. في تعليق لازم اقوله بس معلش المخ يمشي بعد واحده. مش مهم الوقت، احنا ممكن نتكلم مش مشكله، احنا نقف عند الصوره وناخد راحتنا، مش لازم ان احنا نكمل الصور للاخر. لكن سريعا. طيب اوكي تمام. سريعا. سريعا مش سريعا، احنا بنتكلم على كل صوره بنديها حقها، لان احنا بنتكلم عن قضايا بتهم المشجع الزملكاوي. فانا معلش يا فندم عشان وقت البرنامج هقف شويه عند بس الدكتور اشرف صبحي وهقول له حاجه، هستشهد بحاجه قالها وزير الرياضه الاسبق
الدكتور خالد عبد العزيز في مداخلة تلفزيونية مع الأستاذ الإعلامي المحترم سيد علي، قال له إنه مجلس إدارة أي نادي بيتحل في حاجتين. أيوة. أولاً إنه يكون الجمعية العمومية هي اللي مش عايزة هذا المجلس، أو يكون هناك حكم قضائي نهائي وبات. لا ده موجود ولا ده موجود. طيب مرتضى منصور بره ليه؟ ده اللي أنا كنت عايزة أقوله. شكراً. الصورة اللي بعديها وعايزة تعليق حضرتك. كابتن احمد شوبير هو طبعاً. كان في تصريح، انا يعني مش هتكلم طبعا عن كابتن احمد شوبير، اعلامي كبير بيحب نادي الاهلي وده حاجه تحسب له، لكن انا بتكلم عن تصريح هو قاله لما قال انه على جماهير نادي الزمالك انها تشكر الكابتن الخطيب ان هو ما تفاوضش مع لعيبه الزمالك في هذه المرحله. كلام انا حاسه يعني مش منطقي، او ممكن يكون غاب عن الكابتن احمد شوبير، انه اداره الاهلي قعدت مع والد الكابتن احمد السيد زيزو عشان تضمه للنادي الاهلي. فرجاني ساسي طلع وقال انه مسؤولي الاهلي كانوا عايزين يقابلوه في فندق خارج القاهره. بن شرقي نفس الحاجه. دكتور الزمالك اللي هو الدكتور محمد اسامه الاهلي كان بيفاوضه. يعني حتى الدكتور الأهلي كان بيفاوضه. فهذا التصريح من وجهة نظري يعني خانوا، يعني الكابتن شوبير خانوا التوفيق في هذا التصريح. أنا كنت أسأل الكابتن شوبير سؤال واحد بس. اتفضل. صفته طبعا يعني رائد الإعلام الرياضي في مصر، هو من وجهة نظره كابتن شوبير إيه الروشتة اللي هو شايفها لتصحيح مسار الإعلام الرياضي في مصر؟ بصفة حضرتك رائدا للإعلام الرياضي في مصر، حضرتك شايف النسق اللي ماشي فيه الاعلام الرياضي في مصر كده؟ أيوة. ماشي في نسق مظبوط؟ ولو حضرتك شايف ان النسق مش مظبوط، ايه الروشته اللي حضرتك تطلع تقولها للجماهير علشان تصحيح المسار بتاع الاعلام الرياضي؟ طيب انا في صوره هتيجي دلوقتي وعايزه اشوف اللاعب ده اتظلم ولا ظلم، يعني يا ريت عايزه التعليق بتاع حضرتك تقول لي. اتفضل يا احمد. فرجاني ساسي. فرجاني ساسي من افضل اللعيبه الاجانب اللي دخلوا مصر اخر 10 سنين. يعني ده براي كل النقاد وراي كل المحللين. فرجاني ساسي لاعب مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك والمنتخب تونس. فرجاني ساسي القيمه التسويقيه بتاعته من اعلى اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري وحتى في الدوريات العربيه. اللي حصل كله ان فرجاني ساسي اتعملت، انا شايف اتعملت عليه حمله كبيره جدا طبعا، تمام، لتغيير مسار فرجاني ساسي. عايز بقى تقول تزهيق، عايز تقول بقى تطفيش، عايز تقول عدم استقرار، عايز تقول إعادة تفكير، قول زي ما انت عايز. لكن فرجاني ساسي في كل المواقف اللي كان فيها مع نادي الزمالك، سواء لدعمه لقطاعات الناشئين، سواء لدعمه لزمايله، سواء لأدائه في الملعب، لأخلاقياته بره الملعب، تقول ان نادي الزمالك كان عنده محترف محترم جدا جدا فنيا واخلاقيا. ده بالنسبة مش هقدر اقول على فرجاني ساسي اكتر منه. طبعا. وانا بضيف على كلامك حضرتك. وعايز اضيف يعني انت كنت بتقولي لو هو لاعب ظالم او مظلوم. او مظلوم. لا هو مظلوم، لكن بيتم الترويج لفكرة ان هو ظالم وهو اللي ساب نادي الزمالك، رغم انه اللاعب ده قبل ما يسافر وزي ما قلت في المقدمة. أيوة. ان هو تعرض لحملة اعلامية شرسة. طبعا. أيوة. في نفس الوقت اللجان اللي موجوده داخل نادي الزمالك لما كل شويه تروج لك انه ما فيش فلوس لنادي في نادي الزمالك. صحيح. وهو لاعب اجنبي. صحيح. تفتكر هو هيعمل ايه ويفكر ازاي؟ ما هو هيخاف برضه ان هو يجدد. فكر على المستقبل. بس رغم كده هو كان هيجدد، واللي افسد جلسه التجديد هو الاستاذ طارق حشيش وابراهيم عبد الله، زي ما طلع كابتن ايمن عبد العزيز وقال مع الاستاذ احمد جمال. مزبوط. في برنامجه. مظبوط. فبالتالي اللاعب ده مظلوم، ما تحكمش عليه دلوقتي، هو رد فعل لفعل شنيع حصل ضده، لحملات هجوم حصلت ضده. صحيح. فبالتالي فرجاني ساسي لا مظلوم. الصوره اللي بعديها يا استاذ هاني عايزينك تعلق عليها. لا كابتن احمد حسام ميدو. اتفضل يا استاذ أحمد. هو اللي هيعلق عليه. طيب كابتن احمد حسام ميدو ما حدش ينكر ان هو من اللعيبه الافزاز اللي جم في تاريخ مصر، ده ما حدش ينكر عليه الموضوع الفني ده. لكن كابتن احمد حسام ميدو، علشان انا بحب المواجهه يعني، لا طبعا جماهير نادي الزمالك شافت ان كابتن احمد حسام ميدو في الوقت اللي كانت مستنيه فيه انه يرد الجميل لنادي الزمالك، لا هو كان بعيدا تماما عن المشهد اللي المفترض يكون في المكانه دي دلوقتي. ده واحد. اتنين، كابتن احمد حسام ميدو
مرارا وتكرارا في كذا حلقه بيطلع يقول ان جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا جماهير موجهه ومموله وبتعمل هاشتاجات مموله من الرموز اللي طبعًا قالت كده. يا ريت كابتن احمد حسام ميدو، لان حضرتك ده اتهام في الذمه الماليه، حضرتك تطلع تقول بهو بالادله، صوب بقى صوره بوست ايا كان، اهو بالادله ان الناس دي موجهه ومموله. كابتن احمد حسام ميدو كان واحنا بنتكلم على فرجاني ساسي كان مرارا وتكرارا قال لك التجديد لفرجاني ساسي هيقطع اوضه اللبس، هيقطع اوضه اللبس. طب ما احنا شفنا التجديد بيحصل لعلي معلول برقم يمكن يفوق اللي هيتجدد بيه فرجاني ساسي ومحدش اتكلم عن اوضه اللبس. حضرتك كابتن احمد حسام ما اتكلمتش عن اوضه اللبس، اشمعنى بنتكلم على اوضه اللبس في نادي الزمالك اللي هو ناديك، اللي هو ناديك اللي انت بتنتمي له؟ لان الانتماء مش مجرد ان انا اقعد قدام ماتش واقعد اصرخ وازعق وانفعل، الانتماء هو ان انت تبقى حاضر في المواقف قولا وفعلا، وحط تحت فعلا دي 100 خط. علي معلول لسه ما جددش، بيقولوا هيجدد. هيجدد ان شاء الله. ان شاء الله. فاضل الصوره اللي بعديها. كابتن محمد ابو العلا، ده هينقلني ان انا اتكلم عن اداء قناه نادي الزمالك اللي جماهير الزمالك كلها حاسه انه لا تمثلها. كانه حاطين، يعني انا ليا تحفظ على الاداء الاعلامي للساده الاعلاميين اللي موجودين داخل قناه الزمالك، كانه محطوطين عشان يقللوا نسب المشاهده بتاعه القناه، وكان المطلوب انه قناه نادي الزمالك تغلق. يا استاذ هاني، احنا بنتكلم على اشخاص مش قنوات. يعني ما احنا بنتكلم على قناه نادي الزمالك، ما هو ده برضو من المواضيع اللي بتهم المشجع الزملكاوي. ايوه نشوف الصوره اللي بعد كده. نشوف الصوره اللي بعدها. عايزه تعليق استاذ عمرو الدرديري، عندك تعليق عليه؟ هو قال انه الزمالك بيعيش، يعني او جمهور الزمالك بيعيش في دور المظلوميه، وانه الزمالك واخد حقه. طيب انا عايز اساله كذا سؤال، هو الزمالك واخد حقه ازاي ومفيش مجلس اداره في نادي الزمالك؟ صحيح. هو الزمالك واخد حقه اعلاميا ازاي والكل بيهد في نادي الزمالك؟ هو فين حق الزمالك في التاجيلات واللعب على الكيف وتفصيل جدول الدوري بحيث ان هو يرهق نادي الزمالك؟ هو الزمالك واخد حقه ازاي لما كان بيلعب في الكونفدراليه وكان بيلعبونا في الدوري كل 3 ايام مباراه والاهلي بيتاجله بالشهر والشهرين؟ يبقى الزمالك واخد حقه فين؟ الزمالك واخد حقه اعلاميا فين؟ الزمالك واخد حقه، ده النادي الوحيد اللي في العالم اللي جات له 3 لجان مؤقته تديره، وتقولي في الاخر انه الزمالك واخد حقه؟ صحيح. انا بس يعني، هل الزمالك من حقه ان هو يمضي مع اي شركه راعيه بره الشركات المتعارف عليها؟ كل ده هو واخد حقه؟ دي اسئله طبعا، دي اسئله. لكن وفي الاخر يقفلوا الحنفيه على نادي الزمالك ويفتحوا الحنفيه لنادي اخر وكده يبقى الزمالك واخد حقه؟ ده ملوش حق ان هو يروح يمضي مع اي شركه اجنبيه عقد رعايه. هو بس انا عايز اوجه رساله للاستاذ عمرو الدرديري، رساله مقتضبه جدا، ان حضرتك لما توليت منصب المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك فحضرتك كان لازم تعرف انت بتتكلم عن ملايين من المحيط للخليج. فجماهير نادي الزمالك كانت زعلانه جدا، لان هي كانت منتظره من حضرتك ان انت ترد وتدافع زي ما كان بيبقى الرد بمنتهى القوه والسرعه لما كان في مجلس منتخب كان بيطلع يرد ويدافع عن نادي الزمالك. كلمة احسن من الفقره بتاعه المناظرات الهاشتاجيه اللي حضرتك بتعملها. كانت جماهير نادي الزمالك منتظره من حضرتك اداء مختلف تماما بصفتك متحدثا رسميا عن نادي الزمالك. معانا اخر صوره وهنشوفها دلوقتي، وعايزه برضو اسمع تعليقكم. كارتيرون اتفضل. كارتيرون هو المدير الفني اللي موجود دلوقتي لنادي الزمالك، مش هنتكلم عليه فنيا لان اعتقد ان جماهير نادي الزمالك كلها مديرين فنيين. احنا بنتكلم طبعا عن كارتيرون، الموقف الغامض اللي بيهم جماهير نادي الزمالك. لو حضرتك فجاه مجلس الاداره صوت وصوره اجتمع بحضرتك عرض على حضرتك كل سبل التجديد، كل سبل الراحه، وحضرتك اصريت ان انت تترك نادي الزمالك، وفجاه لقيناك راجع نادي الزمالك. لا عرفنا حضرتك مشيت ليه من نادي الزمالك،
بس السؤال ده يوجه للجنة اللي موجودة. ما هو اللجنة اللي قبل كده لما سألوها، اللجنة اللي موجودة ما كانتش تعرف أصلا، لا ما عرفتش أصلا إن كارتيرون جنة فجأة بيه في الملعب. أيوة اللجنة اللي قبلها لما سئل أحد أفرادها إيه اللي جاب كارتيرون ومشى باتشيكو، قال لك أنا باللفظ كده، كان مع الأستاذ هاني حتحوت، قال باللفظ كده أنا صحيت من النوم لقيت باتشيكو بره وكارتيرون جوه. بالظبط. طب أنا بسأل اللجنة اللي موجودة دلوقتي، من أعاد كارتيرون؟ واعتقد يعني ان في الظروف الحاليه اللي موجود فيها نادي الزمالك من عدم استقرار فني وعدم استقرار مالي، اعتقد ان كارتيرون مش هيسيب عرض كان موجود في السعوديه علشان يجي يدرب نادي الزمالك، على اساس بس ان احنا نكون بنتكلم بالمنطق يعني. فهو التساؤل ان مين كان السبب في رحيل كارتيرون في التوقيت ده قبل النهائي الافريقي، ومين السبب في رحيل باتشيكو اللي كان عامل حالة كبيرة جدا من الاستقرار الفني داخل فريق نادي الزمالك، وفعلا كان حاكم المقاليد على اوضه اللبس، مين اللي مشى باتشيكو ورجع كارتيرون تاني؟ ده سؤال بمنتهى البساطة. ولما سألناه للجهة المنوطة بالأمر اللي هي اللجنة المعينة اللي بتدير نادي الزمالك، اتفاجئنا ان رئيس اللجنة بيقولك انا معرفش. أنا للأسف بقت البرنامج خلص، وفي النهاية نشكرك أستاذ هاني، ونشكر أعزائي المشاهدين الكرام، ونشكر أستاذ أحمد شمس نجم السوشيال ميديا، ونشكر المعدة سماح حسني، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع مشجع برنامج الزملكاوي.